يبدأ رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة يوم الأحد المقبل مشاوراته مع الكتل النيابية السبع والنواب المستقلين لاختيار رئيس للوزراء. وقال الطراونة أن الاجتماعات مع الكتل النيابية يوم الأحد المقبل ستكون في قصر بسمان العامر. أصدرت نيابة محكمة أمن الدولة لائحة اتهام في قضية تنظيم 9/11 المشتبه بوضعه خططا لتنفيذ عمليات إرهابية تزامنا مع ذكرى تفجيرات فنادق عمان في 9/2/2005. وكان التنظيم يخطط لتفجير أسواق تجارية لإشغال الأجهزة الأمنية بقصد قصف السفارة الأمريكية في عمان بقذائف الهاون. استقبلت وزارة الزراعة يوم أمس طلبات من تجار وشركات لاستيراد نحو 5 ملايين بيضة، في حين أكد وزير الزراعة أحمد الخطاب أن الوزارة فتحت باب الاستيراد أمام الجميع بهدف سد النقص الحاصل في كميات البيض المحلي والإسهام في خفض سعر المنتج بإعادة التوازن بين العرض والطلب. أكد الناطق الإعلامي باسم مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن أنمار الحمود أن مخيم الزعتري سيشهد في الفترة المقبلة تواجدا كثيفا لرجال الأمن من أجل ضبط الأوضاع الأمنية بداخله، مضيفا أن إدارة المخيم ستنتقل قريبا من الهيئة الخيرية الهاشمية إلى لجنة تابعة لمديرية الأمن العام سيتولى رئاستها اللواء محمد الزواهرة.